استهل العام 2023 بسجال متجدد لأزمة متجذرة منذ سنوات وهي الكهرباء، حيث تبادل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة ووزير الطاقة وليد فياض والنائب ندى البستاني من جهة ثانية الاتهامات وتقاذف المسؤوليات في هذا الملف العالق بين بواخر راسية قبال الشاطئ تكلف الخزينة آلاف الدولارات واعتمادات عالقة في المصرف المركزي بانتظار الإفراج ليسقط معه الحل بثمان ساعات تغذية. قاعدين تحت رحمته، كلمات ثلاث اختصرت حجم الأزمة بين الطرفين، لا سيما بعد الاتهامات التي كالتها النائب البستاني بحق الرئيس ميقاتي وعيرته أنه بدل أن يفي بوعده ويؤمن عشر ساعات تغذية يذهب إلى بث الأكاذيب. فكيف تبرر؟ أولاً كيف تنعمل مناقصة ومش متوفرين الاعتمادات؟ ثانياً انعملت لأنه بحسب كمان اللي عرفناه إنه صار في اجتماع بالسرايا واتفقوا مع وزير المالية ورئيس الحكومة إنه تنعمل هالمناقصة وبيتوفروا الأموال بموافقة استثنائية مضاها لرئيس الحكومة موجودة ممضية. كتير منيح اليوم وصلوا هالبواخر على لبنان، كمان برجع بقول نحن ما لنا عليه أو ما معنا خبر. طيب واقفين لأنه ما انفتحوا الاعتمادات وفي غرامات تأخير كل يوم على التأخير لفتح الاعتمادات، مين بيتحمل مسؤوليتهم؟ هذا سؤال تاني. السؤال الثالث والأهم إنه رئيس الحكومة هو وعد المواطنين اللبنانية بعشر ساعات كهرباء. هل هذا المرسوم بحاجة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء؟ موضوع مش إنه نروح على مجلس وزراء، أصلا ما بدها مجلس وزراء، مرسوم يمضوا 24 وزير بيمشي حاله ما إلها علاقة. ولشو مدة موافقة استثنائية رئيس الحكومة إذا بعدين بخبرنا أنه بدأ مجلس وزراء؟ ويرفض مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل اتهامات النائب البستاني ويغمز إلى خوف تيارها السياسي من كشف شيء ما في وزارة الطاقة، لذلك يتمسك بها في كل الحكومات. فكيف يوضح؟ سعادة النائب البستاني بتقول أنه كان في موافقة مبدئية على الموضوع والبواخر صارت في عرض البحر. نعم كان في موافقة مبدئية على أساس تكون مشروطة بأمرين. أول شيء كتاب واضح من كهرباء لبنان يقول كيف رح تنصرف هالمصريات، كيف رح تنعاد هالأموال للخزينة العامة، والثاني إصدار مرسوم يقتضي بالموافقة على هذا الموضوع. بالمبدأ الأول من أجى الكتاب من كهرباء لبنان بيقول كيف بدها ترجع هالمصريات على الخزينة العامة بموجب السلفي. وبالموضوع الثاني لما راح الموضوع الكتاب وزير الطاقة على وزارة المالية أجى جواب وزارة المالية إنه هذا المبلغ لا يمكن صرفه من دون مرسوم يطلع على مجلس الوزراء. على هيدا الأساس الموضوع بده مجلس الوزراء. الاتهامات وصلت إلى أن تردد مؤخرا في بعض المجالس السياسية ووسائل الأعلام أن البيان الصادر عن وزير الطاقة بالأمس كتبته ندى البستاني عن طريق رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل على اعتبار أن هذه الحدية في الكلام غريبة عن تصرفات الوزير فياض. فكيف ردت البستاني؟ عيب خلص والله اللي هن بيعملوه بغير وزارات مفكرين نحن بنعمله. لو مزبوط هيدا الحكي كنا عملنا حالنا عم نعين تكنوقراط شوي منكتشف معه بطاقة حزبية. شوفي كل الوزراء يلي هن عينون الأفريقاء السياسية التانية، شوفوا الوزراء التكنوقراط يلي عينون رئيس الجمهورية، تكنوقراط ما لهم علاقة بالتيار الوطني الحر. وعيب والله عيب هيدا الحكي. وماذا عن الدور الرقابي البرلماني وماذا يقول عضو لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب محمد خواجة؟ الحل الجذري أن نذهب إلى تلزيم معملان كبار بلبنان مع محطة تغويز، نبلش ونعطيهم لشركة تكون محترمة على المستوى العالمي. وبعتقد شركة سيمنز كانت مقدمتنا عرض كتير مهم موجود وبتعرف وزارة الطاقة، وأنا ما بعرف ليش حتى الآن ما شقفنا هذا العرض وليش ما منروح لحتى نلزم الكهرباء. ساعتها نحن ممكن ننتج 1100 ميجاوات، والعرض اللي قدمته شركة سيمنز مع بناء المعملان على ما أذكر بتنفط لنا المحطات وبتنفط الشبكات وبتنفط. فنحن ساعتها فينا نقول إنه بلش لبنان فعلا يقدر يأمن الكهرباء. لو أمنا بالفترة الأولى 20 ساعة أو 16 ساعة وبعدين 20 وبعدين 24 بنكون نحن بلشنا بمسير إنه نرجع بلد طبيعي تكون كهربته 24 على 24. يعني اليوم الترقيع اليوم وزارة الطاقة عم بتعرقل هيدا الشيء، هي اللي ما عم تمضي؟ ما بدنا، طبعا هن مسؤولين.
لا يعني الشعب اللبناني هذا السجال بقدر ما يعنيه أن ترتفع ساعات التغذية، وهو بقدر ما يطمح لهذا الأمر بقدر ما يرغب بمحاسبة من حرمه من الكهرباء لسنوات. برأيكم من المسؤول؟ وهل تتوقعون رفع ساعات التغذية في ظل هذه الأجواء؟